أعلنت أيتوس واير أنها ستواصل الالتزام باستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة بها والتي ستقع على الدوام من أهم أولوياتها. وكانت أيتوس واير قد أتاحت منذ عام 2012 قنوات توزيع الأخبار المتطورة الخاصة بها لاستخدام المنظمات المختلفة كي تتمكن من نشر الوعي وتثقيف جمهورها المستهدف حول العديد من القضايا عميقة الأثر على رفاه وجودة الحياة البشرية، مثل المسائل الصحية كالسرطان وداء السكري والتوحد والسلامة المرورية. وتعتبر رود سيفتي يو اي اي شريكاً لأيتوس واير منذ عام 2015، حيث قام الجانبان العام الماضي بإطلاق حملة بلا سرعة رمضانكم أسعد بهدف تثقيف السائقين بالسلوك الواجب تبنيه أثناء القيادة خلال الصوم بشهر رمضان. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بشركة أيتوس واير.